أنا أتحدى أن أسرع شاعر في المملكة عبد الله بن حميد. ما شاء الله تبارك الله. البيوت غير في حرام. أي والله الله استريع استريع. يقول يا يا أستاذ مبارك سم الرجال ده من العوام من الرجال ونعم ونعم والرجال ده من العوالق ومن من دهم كل واحد والله له في ربعه قسم ونعم صلى الله على النبي وأنا أبغى تهديكم شيء له تفضل ما ناديناك إلا لأجلها والله بشب سعادتك أيوة يلا ما ترى ما هي بطويلة مرحبا بها المخرج حتى هو مزبطك وبيزبطك الآن في صدى وبيزبطك يا أخي إحنا أستاذ أبو ناصر شحاتة والشباب كلهم ليوتا هو وأحمد عادل محمود اليوم ولا شحاتة محمود ما جاء شحاتة اليوم بالله شحاتة اليوم شحاتة يا شيخ يا شحاتة صباح الخير صباح الفل صباح القشطة وهشام صباح كل حاجة جميلة أنا أقول ليش اليوم الحلقة غير يا أخي وهشام ها عمره في حياته ما حفظ الاسماء هشام كل ما اغنيه ما انساكم ما لا انا فنان هشام زي امس لخبطت الاسامي بس اني سكت بغيت اقول يا ولد يا ولد يسوي اسم صالح الصيعري وصالح مدري من هشام يخبط القبايل مسموح يا هشام مسموح عندنا احمد عادل ومهندس الصوت اللي على الصوت اللي نسيت من العوض من البيضاء الاخر يقول هلا. ابو رامي الجمل والمعروف ترى الصوت عندي مره ما اسمع عبد الله قصدك عبد الله عبد الله الله يبيض وجهه يا انعم واكرم فمن باب المعروف والجمايل اللي بين الرجاجي شروا من عندي انا احفظ لي بيت حق الشاعر الله يغفر له ويرحمه شيخ ياسر ياسر العواضي الله يرحمه يعلى في الجنه هو يقول يقول ابو رمي المعروف والجمله باقي يا ولد وكل شيء بالناصي منه على الحق والمبدأ ومنه ماقي وكل شيء بالناصي أهوين إلى بندوقك ما جت على من تهاقي والخلي صبح جانب سلامتكم 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 شلع عم أحمد أسعفنا أبو واحد للشيخ الرجال أبو حمود بدأ يدقل أبو علي بدأ هاي قط أبو علي أبو علي والله يشوف ركبه صفت من الحين حبيبي نعم نعم طيب انت قدام تدخل كان عبد المجيد بيعطينا قصيده في سمو ولي العهد وقطعناه خلونا ناخذ قصيده ابو عبد المجيد الله يطول عمره السامع تفضل قول فيها سلام